بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. بتكلم النهارده عن الفرق بين الداب والماب. الداب والماب يعتبروا مصدرين من مصادر المهمه لعنصر الفسفور في من عنصر الفسفور بالنسبه للاسمده الفوسفاتيه. تمام. طيب الفرق بين الداب والماب ايه يا جماعه؟ هنتكلم عليهم من حيث نسبه الفوسفور والنيتروجين في كل واحد فيهم، دي رقم واحد. رقم اتنين ظروفهم في البي اتش، التصنيع بتاعهم تم ازاي باختصار شديد جدا، وسلوكهم في التربه واحتياج كل حاجه فيهم بنحتاجها امتى بنبدا نستخدمها. تمام. طيب اولا الداب اللي هو الماب الاول، المونو امونيوم فوسفيت او احادي فوسفات الامونيوم، وده اتصنع نتيجه اتحاد جزيء الامونيوم مع جزيء من الفوسفور، فعملوا لنا حاجه اسمها المونو امونيوم فوسفيت او احادي فوسفات الامونيوم. احادي يعني واحد امونيوم وواحد فوسفور. تمام. طيب الداب اللي هو الداي امونيوم فوسفيت، داي 2 يعني 2 جزيء امونيوم مع 1 جزيء فوسفور، اتحدوا مع بعض وكونوا لنا المركب اللي هو ده باختصار شديد جدا بدون معادلات كيميائيه وكلام من ده. دول اتحدوا الاثنين مع بعض وكونوا لنا ايه؟ الداي امونيوم فوسفيت او ثنائي فوسفات الامونيوم. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، النسبة السمادية في الماب قد ايه؟ النسبة السمادية اللي بيكتبوها على الكيس 12 61 0 12 فوسفور، 12 قصدي نيتروجين في صورة امونيوم، 61 بي تو او 5 خامس اكسيد الفوسفور، 0 بوتاسيوم، ده اللي بيتكتب عليه، بس هو يطلق عليه ماب طالما التركيب بتاعه من 11 ل 13% يا جماعة ازوت، وبيكون فيه نسبة النيتروجين فيه من 48 ل 62%، بس اللي احنا بنستخدمه مكتوب على الكيس كله 12 61 0. طيب دي النسبة السمادية اللي فيه. طيب بالنسبة لي الداي امونيوم فوسفيت او الداب بتبقى النسبة فيه قد ايه؟ اللي مكتوب على الكيس 12 48 0، 12 نيتروجين في صورة امونيوم، 48 فوسفور، P2O5 خامس أكسيد الفوسفور، 0 بوتاسيوم. تمام. ولكن هو بتبقى النسبة طالما من 18 ل 21 أو من 46 ل 53 P2O5، دي بيطلق عليه الداب أو الداي أمونيوم فوسفيت. تمام. دي تاني حاجة. تالت حاجة بقى، استخدامات كل واحد فيهم إيه يا جماعة؟ استخدامات كل واحد فيهم، أولا المونو امونيوم فوسفيت ده بيبقى عباره عن نيتروجين وعباره عن فوسفور. تمام. النيتروجين في صوره امونيوم، والفوسفور زي ما احنا عارفين بي2O5 خامس اكسيد الفوسفور، بنستخدمه في المراحل الدهيه. شايف الخيار ده كلته؟ الخيار ده بنستخدم فيه المركب ده هو. تمام. ليه المركب ده بيبقى كويس في الوضع ده هو؟ لان الوضع اللي احنا فيه ده هو عايزين نمو خضري محدود، بس عايزين عايز عندي مجموع جذري كويس، فببدأ ادفع بالفوسفور. الفوسفور عالي في الماب، بمعنى ان هو 62% او 61% كتير، فبيبدأ يظبط لي عملية التجذير عندي. وطالما الجذور يا جماعة بقت كويسة في التشكل بتاعها والاستطالة بتاعتها، اذا فما تخافش على النبات، هيجي ما تقلقش عليه من اي حاجة. دي حاجة. حاجة تانية، استاذنا زمان مهندس محمد الديب كان بيخليني دايما ارش الماب ب 2 جرام على اللتر مية على ورق الخيار بالذات في الشتاء، يقول لي عشان يخشن الورقة، عشان البياض أو الحاجات دي أو الحشرات، حتى بتلاقي الورقة بتاعت الخيار خشنة، وكل ما كانت ورقة الخيار خشنة كل ما كانت أفضل يا جماعة، وخصوصا الأوراق اللي هي اللي اكتملت دي، يعني الورقة دي اكتملت خلاص لو خشنت ما فيهاش مشكلة. تمام. وبيدي خشونة في كل حاجة، لأن الألياف بتزيد نتيجة وضع الفوسفور في النبات، بتلاقي الرطوبة قلت والألياف ابتدت تزيد، فبالتالي في خشونة في النبات. وكذلك بنستخدمه أوقات لما تكون الشتلات عندي في المشتل والفلاحين ضغطين عليك ولا حاجة، بترش رشة سوبر فوسفات أو ما، بتلاقي خش مع إن الحاجة دي أنا ما برجحهاش، يعني بتلاقي خش بالشتلات ويخليها ابتدت تبقى جامدة شوية. تمام. طيب الداي امونيوم فوسفيت او الداب بقى يا جماعه، الداب ده عباره عن حبيبات زي اللي حضراتكم شايفينها كده، زي السوبر بالظبط،
بس احنا بنحطه مع المادة العضوية في الخدمة بتاعت الأرض، وده بيغنينا عن إضافة بدل مضيف سوبر فوسفات، بدل مضيف سوبر فوسفات أحادي أو تريبل أيا كان مع سلفات أمونيوم، لا أنا بحط الداب وبنسى الدنيا. ليه؟ لأن الداب فيه 18% نيتروجين وفيه أساسا فوسفور، ولما بنضيفه مع المادة العضوية وإحنا بنبدأ نجهز للأرض بتاعتنا أو حتى بدون إضافات المادة العضوية، هنلاقيه هتلاقيه هو لسه ظاهر حتى على التربة عندك أهو، لسه ظاهر. بياخد فترة كبيرة على ما بيبدأ يتحلل، وبيوفر للنبات عنصرين مهمين في بداية حياته ألا وهما النيتروجين والفوسفور. تمام، ده الداب. طيب من حيث الإذابة، جماعة بالنسبة للداب الإذابة بتاعته بطيئة شوية، وعشان كده لا يستخدم في أنظمة الري الحديثة ولا في الطرق الري الحديثة. تمام. طيب المونو أمونيوم فوسفيت أو الماب لا بيستخدم لأنه سريع الذوبان في المية، فبنستخدمه في الأسمدة، نستخدمه كسماد بيستخدم في أسمدة الري الحديثة زي النقطات اللي احنا شايفينها ده هي. تمام. البي اتش دايما هما الاثنين البي اتش بتاعهم منخفض يا جماعة. ليه منخفض؟ ليه البي اتش بتاعهم؟ لان اساسا في دخل امونيوم فبالتالي مخفضالي، وحمض فوسفوريك فبالتالي حامض، يعني بتلاقي منخفض في البي اتش. حتى هما بيبقوا كاتبين على الكيس لو بي اتش، يعني منخفض البي اتش. بنتمنى ان احنا نكون وفقنا الى حد ما في الفرق بين الداب اللي هو الداي أمونيوم فوسفيت والماب اللي هو المونو أمونيوم فوسفيت من حيث التصنيع بتاعهم والاستخدامات بتاعتهم في أي مرحلة من مراحل النبات، المراحل الأولى، ومن حيث البي اتش المنخفض في الاثنين نتيجة الفوسفور ونتيجة الأمونيوم اللي موجودة في التصنيع بتاعهم. تمام. ومن حيث النسبة السمادية عليهم أو محتواهم من العنصرين الأساسيين في المراحل الأولى من حياة النبات، ألا وهما النيتروجين في الصورة الأمونيومية والفوسفور اللي هو البي تي او 5 أو خامس أكسيد الفوسفور. بشكركم وأتمنى أن احنا نكون وفقنا في توصيل المعلومة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.